قفزت أسعار الخضر والفواكه في الساعات الأخيرة قبل العيد إلى أرقام قياسية حيرت التاجر والزبون وما رصدته كاميرا النهار في جولة لها بأسواق ولاية سكيكدا. يعني غالي عليهم شوية يعني للأسف شديد للأسف ما الكباش ما المتطلبات اليومية ما يعني المواطن يعني البسيط يعني الله يحسن عونه يعني. أسعار غيرت من سلوك التبضع لدى المواطنين. احنا الشعب هنايا نقتلوا في بعضنا لزوا لبعضنا وكلش والله توصل لي البطاطا تقول لي ولدي حط لي بنص كيلو نحشم انا نحشم كنا نبيع البطاطا بنص كيلو والله تحشم بها البطاطا كنا نبيعوا غير بالخمسة كيلو بالستة كيلو كنا نجري كانت الطايش ب 6000 ولا 25 والله منك اراش هذه احنا بس من شرجي وشرجينا تشوم والبصل والطماطم هذا وشي والفلفل هذا وشي الطايح الجرايبات الحوايج الاخرى كل طالعه جرايبات فان طروه دايره كرو ما تاخذش الشرجيه قد راهش بحال الناس. المتجول في شوارع المدن يحس باجواء العيد من خلال الحركيه لكنه يحس ايضا بتعب المواطن البسيط من كثره مصاريف العيد على راسها الاضحيه.